يريد أن يخطف 3 نقاط بهذه المباراة. هل تكون بجعبة المدرب أحمد صلاح؟ مرت الكرة مهدي كامل، ممكن رد، مرت الكرة من مهدي لمحمد جواد، جول لنادي الطلبة. محمد جواد يتأنق الأنيق هنا بملعب ميسان، بملعب ميسان الأولمبي، ولنادي الطلبة أول أهداف المباراة عن طريق اللاعب محمد جواد، يسجل الهدف الأول بعد محاولات استمرت منذ الدقيقة 27 وحتى الدقيقة 57. يأتي الهدف الأول عن طريق اللاعب محمد جواد، شاهد تمريرة مهدي كامل بذكاء للأنيق للأنيق للأنيق. يتأنقون بهذه المباراة، الطلبة يجتهدون ويكتبون الدرس الأول بنجاح ويسجلون الهدف الأول بالمباراة هنا بشباك لفوط ميسان. أول أهداف اللقاء من محمد جواد، الهدف الأول لنادي الطلبة عن طريق اللاعب محمد جواد، يسجل أول أهداف المباراة. الطلبة 1 نفط ميسان 0. هل تتغير مجريات اللقاء بعد تقدم نادي الطلبة بهدف؟ وشاهدت هنا جماهير نادي الطلبة الحاضرة، كما ذكرنا نعم جمهور ورابطة نادي الطلبة، لكون هذا النادي يعد من الأندية الجماهيرية وعند قاعدة ببعض المحافظات.